أظهرت دراسة أجرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن مشروعها الرامي لتحسين أجور البحرينيين أن عدد الجامعيين وغير الجامعيين العاملين في القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 400 دينار بلغ ما يزيد على 37 ألف عامل. وفي نشرة سابقة كان معنا سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح الدوسري الذي تحدث بشكل أشمل عن برنامج تحسين الأجور مؤكدا دعم واستجابة الشركات الخاصة لتفعيل وتطبيق ما يتبناه هذا البرنامج. يعد مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من المشاريع المهمة التي نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تمكن أهميته في أنه يساهم في تحسين معيشة المواطن انطلاقا من توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه، دعي المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية، الذي دائما سموه يحرص في مجلسه العام أو من خلال جلسات مجلس الوزراء على أهمية أن يكون المواطن البحريني هو الخيار الأفضل عند التوظيف لدى أصحاب الأعمال، وذلك لا يأتي إلا من خلال التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق هذه الرؤية من خلال التدريب والتأهيل وتحسين الأجور والإيمان بقدرة العامل البحريني على إدارة عجلة الاقتصاد. نعم، هذا المشروع يعزز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص والذي يشهد تطورا كبيرا، وذلك لمساهمة هذا القطاع في مشاريع وبرامج الوزارة في مجال التوظيف وإدماج العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقد رأينا أن هناك مبادرات مهمة من المنشآت التي تؤمن بالعنصر البحريني في رفع أجور العاملين دون الحاجة لدعم الوزارة، وهذا لم يأتي من فراغ وإنما يأتي بسبب الحوار الاجتماعي بين الوزارة والقطاع الخاص، وتجاوبا مشكورا من أصحاب الأعمال مع فريق التسويق بالوزارة الذي أفضى إلى هذا الاقتناع دون الحاجة إلى وضع حد أدنى للأجور.